ظاهرة عمارة الأطفال تعتبر أحد الظواهر المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالوضع الاقتصادي داخل أي مجتمع من المجتمعات البشرية، وكمان لها ارتباط بالثقافة المجتمعية. فإحصاءات اليونيسيف دلوقتي بتشير إلى أن هناك حوالي 150 مليون طفل تتراوح أعمارهم من 5 ل 14 سنة في البلدان النامية بينخرطوا في عمارة الأطفال. وعلى الرغم من وجود تشريعات وضعت حد لعمالة الأطفال في العالم العربي، إلا أن الواقع مختلف للغاية. فالدول العربية وفي مقدمتها الدول التي تسجل فيها معدلات مرتفعة بدأت تنتشر عمالة الأطفال بشكل كبير، وأحد الصور اللي انتشرت برضو بشكل كبير على السوشيال ميديا هي الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا دي، لطفل سايق عجلة ومفروض ان هو رايح شغله او بيوصل حاجة تبع الشغل بتاعته، وفوق مكتوب هابي كيدز. فالناس بدأت تعلق على طبعا اللي صور الصورة دي هو واحد فنان او واحد عارف يلقط اللقطة دي امتى مع الكلمة دي. فالناس بدأت تعلق على المفارقة الغريبة اللي موجودة، انه مفروض ده طفل يكون قاعد بيلعب دلوقتي في مدرسته ولا بيلعب مع اصحابه او بيعمل انشطة ابداعية، مش بيوصل طلبات للشغل بتاعه. فأول تعليق معانا بيقول الصورة معبرة جدا، ربنا يرحمه يرحمنا برحمته ولا تعليق. تعليق كمان بيقول عارفة سواد العسل اهو ده اللي حالك ليه وصل، ودي كانت من فيلم عسل اسود. حوار تاني برضو بين محمد وعمرو، محمد بيقول بقى اشوف منظر زي ده ومش عايزني اتكلم عليه بذمتك، وبيعمل منشن لصاحبه عمرو رضا، فرد عليه عمرو رضا وقال له والله في حاجات كتير بس هنعمل ايه، ربنا على كل ظالم. تعليق كمان بيقول احنا كشباب زعلانين ان دي حياتنا في عمر العشرينات، ما بالكم بقى بالاطفال اللي هيعيشوا حياتهم كده من اول ايام الطفوله، ربنا يلطف فينا ويفرجها من عنده ويغيرنا للاحسن عشان احنا مش قادرين او خايفين نغير نفسنا. في مجموعه تانية كمان كانت شايفه ان ده شيء جميل جدا وعادي جدا، فساره مثلا بتقول صوره جميله جدا بجد عشان هو بيحاول وان هو صغير واكيد هيبقى حاجه كبيره في المستقبل. تعليق كمان بيقول وهو ايه المشكله ان هو يشتغل من دلوقتي ويتعلم المسؤوليه ويعرف قيمه الفلوس، شكله عنده 14 او 15 سنه فما فيهاش مشكله. تعليق اخر من محمد عادل بيقول الصوره هنا مش بتحزن خالص، دي جايبه راجل شايل مسؤوليه مورينا اسد مصري اصيل. اخر تعليق معانا بيقول اول حاجه ما فيش حاجه اسمها الطفل ما بيشتغلش في اي مكان في العالم، اللي بيشتغلوا بيكونوا عشان يتعلموا المسؤوليه ويحققوا لنفسهم الاعتماد على النفس، بس الشغل بيكون في الاجازات المدرسيه ولو مش نافع دراسيا بيتعلم مهنه فنيه، وبيكون مش شغل اساسي، بيبقى جزء من يومه فقط مش اليوم كله، وعشان يقدر يكفي حياته الاساسيه اللي المفروض انها مكفولة. دي كانت تعليقات الناس على الصورة اللي كانت موجودة لطفل بيشتغل في سن صغير، وحبينا نعرض لكم بعض التعليقات دي.